ومعنا مشاهدينا عبر الهاتف من الحدود السورية التركية إبراهيم الإدلبي المستشار الإعلامي للجيش الحر. إذن مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا سيد إبراهيم. بداية، كيف يتعاطى الجيش الحر مع هذه الأعداد المصنفة إرهابيا، وإلى أي حد هذا العدد يمثل تهديد على مناطق ومدن سوريا المحررة الآن؟ مساء النور، اهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. طبعا بالنسبه للاعداد التي وردت في التقرير الاستخباراتي الروسي، حقيقه هي اعداد مبالغ فيها كثيرا جدا، خصوصا بالنسبه لاعداد جبهه النصره لانها اقل من ذلك بكثير، والمعلومات التي لدينا والاحصائيات التي لدينا تقول انها اقل من ذلك بكثير جدا. اما بالنسبه لكيفيه التعامل مع عناصر جبهه النصره او مع اعداد جبهه النصره المتواجده في ادلب وريفها، ما يزال هناك عدم احتكاك وعدم اختلاط ما بين عناصرنا المتواجده في ادلب وريفها، وحتى في حلب وارياف حلب، عفوا في ارياف حلب واماكن تواجد جبهه النصره، لا يوجد اختلاط حاليا نهائيا، خصوصا بعد المشاكل الاخيره التي دارت ما بين فصائل الجيش الحر وايضا تنظيم هيئه تحرير الشام او جبهه النصره سابقا، خصوصا انه ايضا كانت القوى العظمى في هيئه تحرير الشام او في جبهه النصره، اتحدث عن هيئه تحرير الشام عفوا، وهي حركه نور الدين الزنكي التي انسلخت عن الهيئه بشكل كامل، وبقي فقط عناصر من جبهه النصره التي سميت اطلقت على نفسها جبهه تحرير الشام، ثم ايضا بعض العناصر من الذين خرجوا مع بعض القيادات من حركه احرار الشام والتحقوا بالهيئه، لذلك هناك مبالغه كثيره في الاعداد، وهذا ان دل على شيء فانه يدل على خطه روسيه من اجل اعاده تكثيف غاراتها في مناطق ادلب وريفها وتحديدا القطاع الشمالي من سوريا، خصوصا ان وزاره الدفاع الروسيه كانت قد لوحت في وقت سابق انها ستقوم باعمال عسكريه قتاليه جويه فقط ضد هيئه تحرير الشام او ضد ما تصفهم بالجماعات الارهابيه المتطرفه المتواجده في سوريا، وخصوصا ان تصنيف وزاره الدفاع الروسيه بات جليا للجميع انها تقوم بتصنيف فصائل المعارضه المعتدله وايضا بعض من فصائل الجيش الحر على قوائمها على انها مجموعات ارهابيه، فيما يتناسب ويتناسق مع السياسه الروسيه، وخصوصا انها ايضا تعتبر كل من يسكن او من يقطن في خارج مناطق سيطره النظام هو مجموعات ارهابيه وتنظيمات ارهابيه، خصوصا تجلى ذلك ان كان في غاراتها المكثفه في وقت سابق داخل مدينه حلب، طيب، او حتى ايضا في غاراتها على المنشات الحيويه ان كان المدارس وحتى النقاط الطبيه التي دمرت في وقت سابق في ادلب وريفها. سيد ابراهيم، ونحن نتحدث عن 24,000 ارهابي، او كما ذكرت حضرتك انه هذا العدد مبالغ فيه من قبل الاستخبارات الروسية، يحاولون احلال المناطق، يحاولون احتلال المناطق المحررة وزعزعة الأمن، تأثيرهم على إمكانية إقامة مناطق تخفيف التوتر في المدن المحررة من سوريا، ما جهودكم في ذلك؟ طبعا بالنسبة لتواجدهم كان في مناطق خفض التوتر او حتى ما سميت مناطق خفض التصعيد، تجلى ذلك في حمص حيث هناك تواجدهم في المنطقة الشمالية، وايضا ان كان في درعا ضمن الاتفاق البند الروسي كان طبعا ينص على قتال هذه الجماعات في حال انها لم تقم بحل نفسها والانخراط في بقيه الفصائل او حتى تسليم اسلحتها الثقيله، هذا كان عائق كبير، وايضا هذا ادى الى حقيقه الى تاخير الاجتماع الذي كان مقرر ان يحدث في اسيتانا في يوم الغد واجل الى 15 من الشهر المقبل، وذلك بسبب دراسه ووضع اليه من اجل نقاش موضوع وجود هذه الجماعات في ادلب وريفها تحديدا، لان المجتمع الدولي تحديدا روسيا، تحدث ليس عن المجتمع الدولي، عن روسيا تحديدا التي ساهمت بنقل مقاتلي تنظيم القاعده هي تحرير الشام وغيرهم باتجاه ادلب وريفيا وقامت بوضعهم هناك، تجلى ذلك ان كان في اتفاقيه القلمون او حتى في اتفاقيات حمص وجميعهم نقلوا الى ادلب وريفيا، لذلك اصبح الملف شائك ومعقد، وآلية دراسه خفض التوتر في ادلب وريفيا التي تلوح بها الحكومه الروسيه ما تزال تبحث حاليا ما بين القيادات من الجيش الحر وايضا بعض المحللين لوضع رؤيه واستراتيجيه لكيفيه التعامل مع هذه المعضله الحقيقيه، خصوصا ان الجميع بات يعلم ان هيئه تحرير الشام اصبحت قوتها البارزه في شمال سوريا، واصبحت المنطقه التي سيدرس خفض التوتر فيها وخفض التصعيد هي ادلب وريفيا، خصوصا انها اصبحت منطقه حساسه، وهناك الكثير من المشاريع الدوليه التي تحوم حول ماذا سيحدث في ادلب وريفيا ان كان حرب بريه او حتى على مستوى عمليات القصف الجوي
أو حتى إحلال جبهة النصرة في الحاضنة في الشمال السوري سيد إبراهيم، وتحويلها. في ظل نعم كل تفضل. ما ذكرت حضرتك، الآن ما حجم المسؤولية الملقاة على كاهل الجيش الحر بالدفاع عن ثوابت الثورة، نفي صبغة الإرهاب عنها، في ظل وجود من يحاول ذلك؟ طبعا منذ اليوم الأول حتى هذا اليوم لا يزال الجيش الحر يناضل ويكافح من أجل مبادئ وثوابت الثورة من جهة، ومن أجل رفع الظلم عن المدنيين من جهة أخرى. وجوده في المناطق المدنية أصبح قليل جدا بعد أن قام بتسليم المناطق للمجالس المحلية. ما يزال الجيش الحر منتشر على خطوط الجبهات مع النظام، بالرغم من أن هناك الكثير من الجبهات المخمدة ما بين الطرفين، ولكن الجيش الحر على أهبة الاستعداد في حال تحاول النظام أو الميليشيا الإيرانية التقدم. وقد لاحظنا في وقت سابق أن إيران والنظام ما زالا يحاولان إفشال مواضيع الهدنة الوضعية أو الموضعية في سوريا بشكل عام، وأيضا في المناطق التي شملها خفض التوتر. الجيش الحر ما يزال نعم لديه الحاضنة الشعبية والقاعدة الشعبية في إدلب وريفيا وأيضا في المناطق المحررة بشكل كامل، ولديه الشرعية من أجل الدفاع عن الشعب وأيضا من أجل أن يقوم بأي معركة ضد أي جهة كانت تحاول البغي عن الشعب. هناك أيضا المظاهرات التي خرجت في عموم نعم الأراضي سيد إبراهيم، السورية في أوقات سابقة، والتي طالبت الجيش الحر بإعادة تفعيل الجبهات من أجل حمايته، أو حتى محاربة الفصيل الفلاني لا على التعيين لأنه كان مفسد، أو المجموعة الفلانية. وقد شكرا لبى الجيش الحر مطلب هذا الشعب. شكرا جزيلا لك. من الحدود السورية تركيا إبراهيم الإدلبي، المستشار الإعلامي للجيش الحر.